استمرارا للفعاليات الرافضة لكل الإملاءات والقرارات الأمريكية بحق اللاجئين وتصفية القضية الفلسطينية، هذه إحدى الوقفات التي دعت إليها منظمة التحرير الفلسطينية وغيرها من الفعاليات الرسمية. نتحدث هنا مع دكتور مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية. دكتور، لماذا أنتم هنا اليوم وما هي التحركات؟ نحن هنا لنحتج على قرار الإدارة الأمريكية، إدارة ترامب، وقف مخصصات وكالة الغوث الدولية والمس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين. نحن هنا للتأكيد على أن حق العودة مقدس ومصان وسيستمر ولن يتوقف ولن نتخلى عنه أبدا. ولكن ما هو مستهجن اليوم أن الإدارة الأمريكية أيضا قررت أن تغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في الذكرى 25 لاتفاق أوسلو. هذا يعني أن إدارة أمريكا وانصاعت لقرار إسرائيل بإلغاء اتفاق أوسلو، وأنا أعتقد أن هذا هو الوقت الذي يجب فيه على الجانب الفلسطيني أن يلغي هذا الاتفاق الجائر، لأن الآخرين تخلوا عنه ولا يجوز أن نواصل التمسك به. جزيل الشكر لك دكتور مصطفى البرغوثي أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية. إذن هذه إحدى الفعاليات كما ذكرنا، هي تتزامن مع فعاليات أخرى في 5 أقاليم تقدم فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين خدماتها في الأردن، في لبنان، في سوريا، في قطاع غزة، في الضفة الغربية. ولكن بالفعل يعني هناك محاولات حديثة لتصفية قضية اللاجئين من خلال قطع المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والتي كانت تقدمها بقيمة 365 مليون دولار سنويا تقدم إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. هؤلاء المعتصمون سيتوجهون في هذه اللحظات لتسليم مقر الأمم المتحدة في رام الله رسالة احتجاج تطالبهم بالوقوف عند مسؤولياتهم وحماية حق الفلسطينيين في العودة واللجوء وفقا لقرارات الشرعية الدولية.